وباء الكوليرا عنوان عريض لإحدى المآسي الكبيرة التي يعيشها اليمن الذي لم يعد سعيدا كما وصف في قديم الزمن. اليمن اليوم يشهد موجة كوليرا جديدة قد تكون الموجة الثالثة الكبيرة لهذا الوباء في هذا البلد الذي تفتك الحرب بمواطنيه بعد موجتي عامي 2016 و2017. فبعد أن أكدت الأمم المتحدة منذ أشهر قليلة أن الكوليرا ينتشر كالنار في الهشيم في البلاد، وسجلت 110 آلاف حالة اشتباه به و200 حالة وفاة نتيجة الإصابة به في ظرف 3 أشهر، أظهرت إحصائيات جديدة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات والوفيات بالكوليرا في اليمن خلال شهر آذار الماضي، إذ بلغ عدد الإصابات أكثر من 50,000 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة خلال هذا الشهر 300 حالة وفاة. وتصدرت العاصمة صنعاء وريفها المحافظات اليمنية من حيث عدد الإصابات والوفيات بالكوليرا خلال آذار الماضي، حيث سجلت بشكل رسمي في المحافظة 58 حالة وفاة، فيما تحدثت مصادر طبية عن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم خلال الشهر ذاته بسبب الإصابة بهذا الوباء. وتعتبر محافظة إب من أكثر المحافظات المتقدمة في عدد الإصابات بالكوليرا، لا سيما في قرية جليس بمديرية السدة، حيث سجلت 17 إصابة بالكوليرا خلال بضعة أيام، كما يشتبه كذلك بإصابة 9 أشخاص آخرين بالوباء في هذه القرية مؤخرا. هناك أرقام أيضا مخيفة، وصلت إلى 17 أكثر من 17 ألف حالة اشتباه بالكوليرا، منها 60 حالة وفاة، منها 259 حالة مؤكدة بالتزريع. الوباء ينتشر بشكل كبير خلافا لما كان في الموسم السابق. ويعتبر التقصير في الحد من انتشار هذا الوباء أحد أسباب تفاقمه في اليمن وتزايد عدد المصابين به، تقصير أصبح عبئه إلى جانب نيران الحرب على اليمنيين كبيرا، وباتت ضريبته تدفع أرواحا تسقط في كل ثانية. نطرح الموضوع بجد على المنظمات المدنية، المنظمات الدولية، أن تؤدي مهامها في هذا الجانب وتبدأ بعملية الترصد وتوفير العلاج إلى كل منزل المواطنين. ندعو الجهات المختصة بالصحة إلى اتخاذ خطوات جادة في محاربة هذا الوباء الذي يهدد كارثة للمجتمع بشكل عام. وتأتي الموجة الثالثة للكوليرا في اليمن اليوم، ولا تزال الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي في هذا البلد قائمة وسبباً لهذا الوباء الذي بات ينهش مواطنيه كالحرب المستعرة على أراضيه.